قبل ما بلش شوف كيف فيني اعمل configuration لل access control list using the packet tracer، خلونا نستعرض نحنا كيف بتنكتب عندي الكماند. اول شغله نحنا عندي الستاندرد، انا في عندي طريقتين بالconfiguration اتفقنا، في عنا numbered وفي عنا named. حبلش اول شيء بالnumbered اللي هي inline، يعني بمعنى تاني كل statement انا بكتبها ب one sentence. حاكتب اول شيء انا عندي ال access list، لازم يكون الرقم اللي عم بختاره للnumbered يكون من ال 1 او ال 99 في حال كنت عم استعمل الستاندرد، deny او permit، وبدي حدد النتورك، من بعدين بدي حدد الوايلد كارد. اكزامبل عندي اكسس ليست 1 ات بيرميتس النتورك اللي هي 192.168.1.0، والوايلد كارد هو تبع كلاس سي 0.0.0255. عرفنا من الفيديو الماضي كيف فينا نحن نطلع الوايلد كارد. في حال نحن كمان كنا عم نستعمل ستاندرد اكسس ليست، ولكن هالمره بدي النيم، حتكون ستراكشر على الشكل التالي. حيكون في عندي انا اول شيء بدي اكتب اي بي، اكسس ليست بدي اكتب الكيورد ستاندرد، بعدين بحط النيم يلي انا بدي اياه وبكبس انتر، بنزل على السطر، deny او permit network مع الوايلد كارد. اكزامبل اي بي اكسس ليست ستاندرد سميتها ماي ليست، اي نيد تو بيرميت 192.168.1.0، وهيدا الوايلد كارد تبع كلاس سي. في حال كنت عم بستعمل اكستندد طبعا الستراكشر حتكون مختلفه. في حال كنت عم بستعمل الاكستندد ولكن النمبرد يلي هي ان لاين، يعني كلياتها سطر واحد، حكون انا عم بختار الرقم للاكسس ليست من ال100 او لل199، يا اما deny يا اما permit. بدي حدد شو هو البروتوكول اللي انا عم بستعمله. اول شيء السورس نتورك او الهوست بدها تكون هون الادرس تبعيتهم، الوايلد كارد معه، كذلك الامر النتورك او الهوست مع الوايلد كارد للديستنيشن، والديستنيشن بورت نمبر اللي موجود عندي هون. اكزامبل انا هون عم بمنع طبعا extended 100 deny لاني عم بمنع البروتوكول اللي عم بستعمله هو التي سي بي، يعني بدي امنع انا شيء من التي سي بي بروتوكول يلي هو عم بيطلع من السورس ال192.168.1.1. طالما في عندي اربع زيروز بالهوست، يعني انا هون عم بستعمل only one single host. شو عم بمنعه؟ عم بمنعه انه يروح على الديستنيشن نتورك، يعني على كل النتورك يلي هي كلاس سي 192.168.2.0، والوايلد كارد تبع كلاس سي هو على الشكل التالي. تحديدا عم بمنعه انه يروح على هالديستنيشن والبورت 80، يعني على ال HTTP سيرفيس. Moreover إذا بدي أشوف نفس الإكزامبل ولكن using the named، فإذا حتكون عندي على الشكل التالي، حأكتب أنا IP access list، من بعدين بدي استعمل الكيورد اللي هي extended، وبعدين الاسم، بنزل على السطر، بكبس enter، deny or permit بحدد البروتوكول اللي أنا بدي استعمله IP ولا ICMP it depends، network source address مع الوايلدكارد أو الهوست، كذلك الأمر destination مع الوايلدكارد، وبحدد مين هو البورت. example IP access list extended my list، بنزل على السطر، بكتب اول statement انا عندي اياها deny TCP 192.168.1.1، اربع زيروز لانه host، هون في عندي النتورك تاعت كلاس سي اللي هي .2.0، وانا كذلك الامر عم بعمل deny على البورت 80 اللي هو ال HTTP. في شغلة كتير مهمة انه انا بقدر اعمل شوية اختصارات بعالم ال access list. بغض النظر اذا كنت عم تستعمل ال numbered او ال named، او اذا كنت عم تستعمل standard او ال extended. في حال كنت بدك تعمل انت سيلكشن لوان سنجل هوست، كنا نقول نحن انه بنستعمل الوايلد كارد اللي هو اربع زيروز، لانه انا بعرف بالسبنت اف اي نيد تو كونسيدر اونلي وان سنجل هوست بستعمل 4255، ولكن تطلع الوايلد كارد 4255 - 4255 بيعطيني هدول الاربع زيروز. اذا بدي انا ارمز لاونلي وان سنجل هوست، فيني اشيل الوايلد كارد وحط الكيورد هوست قبل الاي بي ادرس. وإذا كان بدي أعمل سيلكشن لكل شيء في عندي نتوركس، كل شيء في عندي نتوركس يعني أنا الاي دي لكل شيء نتوركس هي 4 زيروز، والوايلد كارد هي 4255، يعني أنا فيني استعيد عنها بكيورد اسمها أني. فهيدي الطريقة أنا بقدر اختصر فيها بالكتابة إذا كنت أنا عم بعمل كونفيجريشن للأكسس ليست. في شغلة كمان كتير مهمة بالأكسس ليست أنا لازم انتبه لها، ألا وهي الإمبليسيت ديناي. كل ما نكتب نحن ليست بغض النظر اذا كانت نيمد او بغض النظر اذا كانت نمبرد، دائما عندي ستيتمنت انا لو حتى ما كتبتها هي موجوده يلي هي بتعمل ديناي لكل شيء في ترافيك. هون انا عم بعطي بهذا الاكزامبل ستاندرد اكسس ليست، يعني انا هون مبين عندي اني كتبت ستيتمنت 2 3 وبعدين ما كتبت شيء. في حال ما كتبت شيء انا اوتوماتيكلي الراوتر عندي اذا كان عم بيقرا هيدي الاكسس ليست وما عمل ماتشنج بولا وحده من اللي موجودين فوق، حيعمل ماتشنج على امبليسيت ديناي، يعني حيمنع الترافيك. اف اي نيد تو اوفررايد ذس امبليسيت ديناي، لازم يكون في قبلها، يعني بدي اكتبها مانيولي، بيرميت اني تما يقدر يوصل لها ابدا. ذس مينز انه اذا كنت انت عم تستعمل الاكستندد او ستاندرد او اي نوع من الاكسس ليست، ذير از اولويز ات ذا اند ان امبليسيت ديناي.